شرفت هالدنيا طليت على الحي العتي رفرف زمان الولدني وهالشال لوح الطريق من شرفت هالدنيا ولك طليت على الحي العتيق رفرف زمان الولدني هالشال لوح الطريق شال الحنين ومشى الله يعزك يا خيط الله يعزك ليه بلنكا ليش شبو نايف الفحل الان نايف الفحل رجال رجال وفحل كمان الله يبارك فيك انا بتكفيني شهادة الحلبي وين اخوي ابو فارس وفارس بعتوا لي الا وصلوا اخوي محمد عم تسمع مثل ما عم نسمع وشو اللي عم تسمعوا يا عزار ليش شو في اخبار غير هتري والله يا عزار عم نسمع اللي عم تسمعوا بس الفهمانين بيقولوا انه هتلر رح يكسر راسهم عفارم عليه انا مع هتلر فخار يكسر بعضه المهم ما تضل اجر غريبي بهالبلاد شو يا ابو رزو مور بدنا نقضي السهره على اخبار برلين وباريس هات لنشوف فشرة برلين وباريس انت بتامر امر بس قلي بدك بجريه الزير ولا ابو زيد الهلالي ايه انا بقول الزير صالح لا لا ابو زيد شو الزير ابو زيد لا الزير صالح ايه خلينا نسمع شكرا خلاص اخونا محمد هو الطلب الطلب بقري نحن مبسوطين بالقعده معكم كيف ما كانت تكون بس اللي بيشوفوا ابو رزوق كلنا اذان صغير ولك يطول لي عمرك طول عمرك كبير ومحترم شفتوا الناس المحترمين هوا بتكون الروايه جاهزه يا رب سر له جوز عمك تفضل يسلموا ايدين خير اهلا وسهلا اهلا وسهلا فارس تاخر معلمي
عنده شغل. وأنا كمان تأخرت. شو بتخاف ترجع بالليل لحالك يعني؟ لا ولو مدام وهيك القصة يعني، بس يعني الناس عم بيقولوا. شو عم بيقولوا الناس؟ عم بيقولوا إنه الحرب بين اليوم والتاني. وأنت شو رأيك؟ والله رأيي معلمتي يا ريت يصير في حرب عنا. بتحب الحرب؟ آي بحبها كتير، بحب الطيارات، بحب الضرب، بحب المناوشير. أنت شو بتعرف على الحرب؟ أنا ما بعرف شي، بس أنا مرة واحدة شفت في حرب، شفتها بس بالسينما، سينما روكسي. حرب السينمات غير حرب الخنادق، هديك بتتفرج عليها، الحرب الحقيقية بتكويك بنارة. معك حق، بس يمكن الدنيا تصير غير دنيا، يعني يمكن يصير شيء كبير، ما بعرف شو هو، بس يعني شيء كبير كتير. لساتك صغير، الحياة كلها حرب، المرأة والرجال حرب، ولك والعيشة حرب. يعني مدام ليش هيك عم تحكي؟ يعني ما شاء الله أنت لساتك صبية. صبية وحلوة كمان. أنا لازم أروح على بيتنا. شو؟ بتخاف عليك الماما يعني؟ لا والله مو هيك القصة، الله يسامحك يعني، بس إنن ما بيعرفوا وني يعني، يمكن وكانت نجد يا سادة يا كرام من أخصب بلاد العرب. أيوة. يعني كان فيها الماء والكلاء تموج بالغدران والسهول والوديان، وإذا بيوم أسود كوليح يعني شديد السواد، تبدل زمانها. نعم. انقطع عنها الحشيش والنبات، ودب فيها الجوع، وما عاد فيها شيء يؤكل. المأكولات لم تعد توجد أبدا بتاتا، حتى صار أهلها يأكلون حلالهم من الأغنام والجمال، واستمرت المجاعة هكذا 7 سنوات طوال. الله يعفو عنا. يا لطيف. ولما كسرت الأهوال واشتدت المجاعة على بني هلال، اجتمعت منهم المشايخ والشباب وقصدوا مضارب الأمير حسن ابن سرحان، وقالوا له يا ملك الزمان. إيه؟ كان ملك ولا أمي؟ لك لا يا بلنكا بعرفك نبيها، كان ملك ابن أمي. أيوة. المهم قالوا يا ملك الزمان، اعلم بأن الجوع اشتد بأرض نجد، وإن طال علينا الحال ترانا نموت من عدم وجود القوت. يا حرام. يا لطيف. فإن لم تتدارك الأمر في الحال، انقرضت جميع بني هلال وخلصت المواشي والأموال. باطل باطل. وين مسقى؟ لكان هون، ما بدي يكون يعني هون. شو بدها مني هاي المرة؟ لا 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 لا، رندا فلما سمع الأمير حسن هذا الخطاب استعظم المصاب، وكان عنده جماعة من السادات الأماجيد والفرسان الصناديد، فهو البطل الهمام والليث الأجام الذي شاع ذكره بين الأنام، وتميز عن أقرانه بطعن الرمح وضرب الحسام. أبو زيد الهلالي فارس الصدام، والأمير دياب بن غانم البطل المقدام، والقاضي بدير ابن فايد السيد الموجد. أي وبعدين؟ أي وعمر السامعين يطول، تدارسوا الأمور وقرروا الرحيل من تلك الديار قبل أن يحل ببني هلال الدمار. دعانكم يا بني هلال دعانكم. واتفقوا أن يتخفوا ويتفقدوا أحوال القبيلة، وظلوا على ظهور الخيل 3 أيام يبرموا بين المضارب، ما حدا عزمهم على العشاء لأنه
ما حدا عنده أكل بهديك الليلة. يا حيف ارحموا عزيزة قوم انزل. يا حيف اسلمت امك يا أخوي، هالحكي مزبوط. كمل كمل خيب رزوق. وظلوا على هذه الحال حتى وصلوا مضارب الأمير مفرج ابن نصير، وكان واقف عند الأبواب وحاله من الزل والاضطراب. نعم اسمعوا يا أخوة، فعيناه تجرف بالدموع من شدة الجوع، فحيوه السلام ووقروه بالكلام وقالوا له: أيها السيد الكريم، بتقبل ضيوف قد قصدوك من أبعد إقليم؟ فلم يجد بدا من إكرامهم، فقال لهم: أهلا وسهلا، أهلا بالضيوف. فنزلوا عن ظهور الجمال ودخلوا في ضيافته، وكان مفرج عنده مرة حلوة كثير كان اسمها مي، فقال لها: ذهبي واقصدي بيت أبيك شيبان لعلك تجدين شيئا من ألوان الطعام تأتين به إلى ضيوفنا الكرام. يعني هيك مكتوب؟ لكن لا، لأنهم قصدونا من دون باقي العربان. وأنشد يقول. أنشد يعني يغني؟ لا يشعر، يعني يشعر. لكن وأنشد يقول من قلب مبتول: طيب الله عيشك يا أبو رزو. أهلا أبو رئيس. أهلا أهلا من صديقي. فضل شرف. فضل. لا تفضل. هلا هو عم يبارس هون، عم يبارس. شرف عوف. أهلا وسهلا فيك. ريد أهلا وسهلا فيك يا صديقي الحلبي. أهلا وسهلا فيك بالمهلة يا أبو الفوارس. بالمهلة. هلا اشتقنا لها. لك تشتاق لك العافية. يلا بنبلش. سمعنا. يلا بسم الله. اسمعوا لنشوف. يقول الفتى المدعو الأمير مفرج: أيا ابنة عمي، قد أتانا ضيوف، قومي وأسعي بالعشاء لا تطولي، فلون وجهك قد بدا مخطوف، فدوري على الجيران واستقرضي لنا، وروحي إلى أهلك بغير كلوف، وإلا فروحي للأمير مسلم، فهو عمك صاحب معروف. أيا خجلتي ويا زلتي ويا ندامتي، إذا تأخرتي بالطعام على الضيوف. طيب الله عيشك يا أبو رزو. عروس يا خيبي. اسمحوا لي أنا يا جماعة. لا عدي. والله ما حلوة لا عدي من غيرك. عراسي والله يا أبو فارس عراسي. اسمحوا على خير. يا عيش يا السلامة خي محمد. السلامة. السلامة الله معك. يلا لنكمل. عود أبو فوارس. لا والله يا جماعة أنا بتسمحوا لي تعبان. تعبان. بنكمل بكرة. بنكمل بكرة. آه طيب فبتون. يلا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. كمان. أهلا وأنا كمان. استمني أنا خيو. استمني أنا. على خير. تصبحوا على خير. سقر. سألني تعال. وينك لهلأ يا أزعار؟ آخ يا ابن أبو فارس، لو بتعرف شو في بهالقلب. قال خليها بالقلب تجراح وما تطلع لبرا وتفضح. رندا يا رندا. جاية أمي جاية. أمي عبايتلي شو واقفة عم تعملي هون؟ واقفة عم شوف القمر. عيني عيني أمي، ما أحلى قمر الله دقيه يا عمان، ما أحلى. ضلي واقفة هون لحتى الجيران كلها تحكي علينا. اللي حتى يحكوا علينا. أمي أنا هيك متعودة، واللي بيغير عادته بتقل سعادته. يا أمي أنت كنت صغيرة بس هلأ صرتي صبية وهيك ما بيصير. تخافي علي أم رندا؟ لك إذا عليكي ما خفت يا عمر أم رندا، على مين بدي خاف؟ إلا تخافي، أنا بخوف بلا. إيه تعال. إيه تعي لكان. تعي ساعديني الله يرضى عليكي. تعال بدي نام هلأ وبكرة بساعدك أمي. الغايب عذره معه. ما فيها بالعادة يتأخر لهلا. أكيد مأخره الفرنساوي. يا عزيز لهلا بالشغل. فارس كبير يا وردة كبير. خلص بقى ولو إساته صغير. إيه بس الجدي ما بيضل جدي. العنزة بتضل تشوفه جدي. حتى لو صار ساعه؟ حتى لو صار عنده جدايا. ايه هاي حال الدنيا. ابوي عيونه يعني بدكم تجيبوا لنا عنزة؟ ولا لسه ماني متي عكروت.
فارس سيك شو هذا؟ شو هذا؟ اجرة اجرة شو؟ فاهميني شو عم بصير؟ معلمك رايح؟ لوين رايح؟ مسافر على الحرب. على الحرب؟ وين محل؟ محل سكر. شو؟ بلشت الحرب معي أنا؟ شو هالحرب هاي؟ لا محل ولا شغل. صباح الخير. يلا وليه يلا أنت وياه يلا يلا عم تشتغلوا بالدهب أصحاب الوجوه الكالحة. إيش أخراب البيت؟ اشتغلوا لك اشتغلوا نسلوا الأور عم تشتغلوا بالدهب انتو ليش عم تشتغلوا بلا نفس؟ يلي ما عاجب الشغل انت روح تقعد باللاميزون الرجال عم تدفع لكم مصاري ما عم تشغلكم بلاش فهمتوا ولا ما فهمتوا؟
هذا بتفكر بستيلها. لا تردي عليه، هذا حكيه مثل الفستق الفاضي. خليه ترد عليه. هلا هو ليه بكرهك؟ شو هو بحب حدا؟ أي بحب؟ بحياة الله هذا بحب. مين بحب إذا الله راح؟ الأنسة فرنسا. عم تضحكي؟ ضحكت عنزة بالمسلخ إن شاء الله. عم تضحكي علي ما هيك؟ ما عيب عليكي؟ أنا بمقام أبوكي. أبوي كانت الناس كلها بتحبه. كانت؟ ليش وينه سافر؟ لا، راح لعند ربنا. اي الله يلحق الحبل بالدلو. اشتغلي ولا اشتغلي؟ صباح الخير مختار. هلا هلا مشان صباح الخير. هلا شو شايفك مستعجل؟ خير خير؟ لك ما بدي يجي الخير، ما بدي يجي الخير، ما بدي اعرف. والله حسب نواياكم ترزقون. اذا كان هيك انت لازم تصير اغنى واحد باللوديه. هاي لكان وين بلا صغره؟ وين بده يكون يعني؟ وين بده يكون؟ اكيد على القصر البلدي، على المستشاريه. لك بشارع على المستشاريه طالبني المستشار بذات نفسه. المستشار؟ ايه لك ابني الامور الكبيره بالدرجال كبار. اليوم على المستشاريه، ابصر بكره لوين. ان شاء الله على المارشاليه على بيروت يا مختار. اي على هالحكي يا بشاره. لك انا مختار مختار ولا مختار؟ ماني شرابة خرج. هاي لك او ليك يا خي. انا رايح ان شاء الله ما بطول، برجع بعد شوي. رايح اشوف سعاده المستشار، تبقى خبر اهل الحاره قل له سعاده المستشار طالب سعاده مختارنا. تكرم يا مختار تكرم. وانا ان شاء الله ما بطول، تبقى خبرهم يا بشاره احسن ما يزعلوا. انا اريد ان يزعلوا. حاضر يا مختار. اهل الحاره فينهم ينتظروا، بس المستشار ما فينه ينتظر. اي لكن يا عمي هذا مستشار ما مختار. عيب الواحد يحكي. مزبوط ما مختار، بس المستشار هو اللي طالب المختار وهو اللي ناطر المختار. انت قلبك كبير يا مختار، ناصه بعضها. المهم هلا انا رايح خبر اهل الحاره اللون المختار ما بيساكم، بيبقى مختاركم. بس شو بده يساوي؟ المستشار ناطر، ناطروا للمختار. خاطرك اي بالواح يحكي. نسلوا 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 هالدهبات، نسلوها. ابعث لكم داء السل ان شاء الله. اشتغلي انت وياها بلا سلسلة ولا يقطع عمركم. قط زنوبة شاردة ولا؟ شوفوا اي وحده بتشرد بدي خلي هالعصايه تلعب على جنابها، ويلي ما فاضيه تشتغل بالذهب تنقلع من هون. بس شو عملت لك يا افندي؟ لك خراسي عندك حسم نص يوم. رشيد افندي، رشيد افندي. الله يوفقك يا زهر. شو في راغي؟ طالبينك بالاداره فوق. طالبيني بالاداره؟ هاي. طيب ليك خلي عينك علي، انا رح روح وارجع. مفهوم؟ مفهوم علمي. لخص؟ ليكو أنا إلي ميت دانا بسمع دبيب النملة. نسلو نسلو بدي حركة. تعرفوا بشك إنه رشيد أفندي هذا بني آدم. يا ربي ليش في عالم بالدنيا؟ صوتك هلا خرجي. يعطيك العافية خي حبيب. لك أهلا خي سلمان. أهلا. سمعت شو صاير؟ خير. شو في؟ علقة الحرب يا حبيب. بين مين ومين يا سلمان؟ بين الإنجليز والفرنساوية والألمان. العمى كل هالإمام ومين كمان؟ والتشيك والإسبان والله يعلم مين. يا عفو الله، علقة الإمام بعضها. لك يا سلمان هاي حرب عالمية. الله يجيرنا يا حبيب. ضب يا ابني ضب.
ضب هالعدة وخلينا نمشي بسرعة. يلا ظاهر رجعت سفر بردك. يلا يلا شوف كنا صانين. حركة حركة. يلا نسلوا لشوف نسلوا بدي حركة. ها أيوة شو محاشنا معلمة؟ لا معلمي دق لحاله ما نعمل منه غيره. هلا كانت أصواتكم طالعة مثل إن الجيجار. ليش سكتوا؟ راغب قديش اليوم بالشهر؟ يوم 3 أيلول. 3 أيلول؟ معناتها اليوم فيكم بتروحوا على بيوتكم قبل الدوام بساعة. خير شو في؟ فرنسا دخلت الحرب. مع مين؟ مع ألمانيا. مع هتلر. يا أمان الفوهرير؟ هتلر مو قليلة. شو ريما صايرة عم تفهمي بالسياسة؟ لا ما عم بفهم بالسياسة، هيك سمعت ما يحكوا. اتيت ولا كان يعني خرسي. يلا روحوا على بيوتكم دبروا حالكم، اشتروا كاز وطحين وسكر ورز والذي منه. يلا نشوف. يلا لك يلا. بيجوا بكره رشيد افندي؟ او لا فهمان بكره الفاكانس تبعه يعني العطله. اي والله صحيح. طيب بعد بكره؟ طبعا بدهم يجوا بعد بكره، يعني اذا صارت الحرب ما يوقف شغلنا. لك الشعب منين بده ياكل؟ الدوله منين بدها تجيب مصاري؟ لك العسكر مين بده يعمل لهم دخان؟ يلا لشوف يلا. واخيرا علقت. نحن ضد فرنسا. مين جاب سيرة فرنسا؟ انا. عيدي عيدي شو حكيتي؟ كنت عم اقول نحن ضد فرنسا. ها؟ وليش بقى؟ لانه محتله بلادنا. ومين علمك الحكي يا حلوة؟ ها؟ الناس، الناس كلها ضد فرنسا. وانتي مع مين؟ وأنا واحدة من الناس. خاف الله يا حسن، احنا من الصبح واقفين يا حسن، خاف الله مشينا. خفتوا وما ضل خبز، شو بعمل؟ بشقف حالي؟ اللي بشقف حالي؟ خلاص سكرنا العمى في عيونكم العمى. مع حموده. يا معلمي هذا الكيس بتاخذه بدأ بفارس. عمرك معلم. وهدول لبيت عبد القادر. عم في القادر. وهذا الكيس بتاخذه لبيت هالدرويشه ام وهيب. ولا يهمك معلم. وصلهم بترجع على المحل ما بتسكر. ها ماشي معلم. ولا يهمك. دير بالك على المحل. ماشي معلم. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. يا أهل الجرف. خي يا حبيب. بعد اللي توفى عبود الخليل بلغوني الدرك إني صرت قايم بأعمال مخترة. والله يعلم. الحمد لله جانا مختار آدمي وقبضاي. يا جماعة الحرب قامت. من هلق وطاليع بدكم تديروا بالكن على حالكن كتير. يعني رح توصل لعنا؟ يا جماعة هاي حرب أمم. شو قولك؟ فرنسا بيطلع لها مع ألمانيا؟ بالله هي ما حكولي عنا. لكن عن شو حكولة؟ من هلق وطالع بتديروا بالكين على رزقكين، عدوابكين،
رح يكتر الجوع، وبس يكتر الجوع بيكتروا الحرامية والغنيدرة وقطاع الطرق. يا لطيف، إياك ان تحركوا حبة حنطة من محلة، اللي رح يلتقى عنده حبة حنطة زيادة رح يصادروا له إياها. يا متقرد، وكيف بدنا نروح على الطاحون؟ هاي بعدين بنحكي فيها. من بكرة كل واحد منكم بينزل على اللاطقي بيقطع دفتر إعاشي لعائلته. إعاشة شو؟ إعاشة الحنطة والكاز والعديس. كملت يا جماعة، يا جماعة، هاي حرب أمم. دخيلك يا مختار، بالله لو كان بيدي توقفت على الحرب. رح تطلع فرنسا، العلم بيد الله. طيب والوردي أنا؟ بكرة منشوف. يا جماعة الله يرحمين، منيح اللي ماتوا قبل ما يشوفوا المصايب اللي جاي. يا جماعة، يا جماعة اسمعوني. ها ليكا، علقت الأمم. قلنا لك صلح هالشيء على الراديو. شو رح نستفيد إذا صلحناها؟ ما شاء الله كل واحد فيكم راديو لحاله، وليك الأخبار عم توصل قبل ما يقول الراديو. خيو بتشارك مين بده يفوز بالحرب؟ أنا بشارك عهد لير بخمس ليرة. لا ما زبطة. لا بدي راهن عليها كمان. لك حاجة تفليس أنت وياه، رح تخسروا. أنا براهن على الموسكوب. الموسكوب؟ ليش الموسكوب دخلوا الحرب؟ لا بس رح يدخلوا، أكيد رح يدخلوا. هنن قالوا لا؟ لا بس في إلي رفيق بلشة، في موظف بالمينا، قال إنه النازية والشيوعية لابد ما يعلقوا مع بعض. بس ستالين وقع معاهدة مع الألمان. رفيقي البلشفي كمان قال لي إنه هتلر رح ينقضها. والله طلع حدق هالرفيق ستالين هذا. خيو أنا بدي راهن على هذا ستالين. أنا براهن على ألمانيا. طب ما حدا فيكم براهن على فرنسا؟ أنا براهن على فرنسا. لك هي فرنسا أم الدول، بحبدي بحبدي ما حدا رح يبهدوا لهتلر إلا فرنسا. أنتوا سمعانين بخط ماجينا؟ شو؟ ماجينا؟ ماجينا؟ باهايم قرب على السمك، يلا سمك، هذا السمك. جميع الكاس الله يوفقه. لك يا ابن الحلال، يا ابن الحرام، ما عنا ولا لقطة بالبيت، شو بدي اسوي هلا؟ أبو فارس لسه ما إجا، ولا فارس ولا فارس. الله يلعن أبو هالحرب، من هن جتنا هالحرب هاي. نايف ما رجي؟ ماني خايفة على نايف. لك نحن بأيام السلم ما عم نشبع الأكل، كيف هلأ بالحرب شو بده يصير فينا يا شحارة؟ احمدوا ربكم انتوا لحالكم. اول رب بعدني شفت ولا طاقت من لحمي وطعمي. الله يلعن ابو هلاك. ما تزعلي مني، والله ما كان قصدي. عارفه أماني ما تأخذي. والله ما كان قصدي. أنا مو قصدك. الله يخلي لك أولادك. فارس شب ما في منه، وأبو فارس بيسوى دزين ترجع. بس لا تعلي أنا، لا من الرب ولا من العبد. الله يلعن أبو على أمك. طولي بالك. السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام.
اعطينا كيس طحين الله يرضى. شوفت عنك يا ابو فارس ما في ولا حبه. شو هالحكي؟ طيب ما في طحين، درع، عدس، حنطه، اي شيء، ما في بالبيت شيء. ما في شيء بلوغ يا ابو فارس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك شو هالحاله هاي؟ لك شو صاير بالبلد؟ ها شو صاير؟ مرحبا ست بربارة. أهلين يا فارس. زعلان يا فارس مش هيك؟ والله مو زعلان بس راح طق. قعد يا فارس قعد. احكي لي شو اشبك؟ دول المحور اللي هن اليابان وألمانيا وإيطاليا أعلنوا الحرب على الحلفاء. مثل ما بتعرفوا سوريا بترتبط بمعاهدة صداقة دائمة مع فرنسا، يعني نحن بحالة حرب وحالة الطوارئ أعلنت في كل الأراضي الفرنسية والدول المتحالفة معها، والجيوش الفرنسية في كل أنحاء العالم في حالة تأهب قصوى. يعني هلأ إذا فرنسا علقت مع ألمانيا نحن شو دخلنا؟ الجيش الفرنسي موجود ببلادنا، يعني نحن بحالة حرب. يا جمال بيك، صحيح نحن مرتبطين مع الدولة الفرنسية بمعاهدة من 36، بس نحن شو قلنا علاء لحتى نحارب هتلر؟ يا أفندي، ردنا ولا ما ردنا نحن بحالة حرب، والحرب إلها إجراءات لازم تبلغوها للأهالي مشان ما تصير فوضى واضطرابات ويحصل نقص غذاء أموني. نحن بحالة طوارئ، يعني مظاهرات، اضطرابات، صحافة حرة، هاد كله رح يتم ضبطه. البلد دخلت بحالة تقنين لزيت الكاز والمواد الغذائية. المطلوب منا يا أفندية أنه ندهن الشبابيك ولمبات الكهرباء وأضوية السيارات والقطارات حتى أناديل الكاز باللون الأزرق، والعقوبات رح تطال المخالفين بمنتهى الشدة. من هلأ ورايح كل شي رح يكون بالبطاقة، وعليكم يا مخاتير تجمعوا دفاتر العيلة ابتداء من بكرة منشان كل عيلة تستلم بطاقة. نحن تحت الأمر يا سيدنا، شو بتطلب مننا الدولة من نفذ؟ وبالأخير مين بيهمنا غير مصلحة المواطن وإرضاء أصحاب الأمر؟ ولازم بهيك أوقات نهدي الناس ونحاول نوزع البطاقات والإعاشة بعدالة. الوضع ما بيتحمل لعب، راح نحاسب بشدة. قوات الدرك والجندرمة والجيش، وهذا لازم تنقلوه للأهالي خاصة للشباب، عندهم أوامر بإطلاق النار على كل محاولة تمرد أو عصيان. أمن الدولة فوق كل اعتبار. طبعا على كل حال التفاصيل كلها عند رئيس البلدية، فيكن تتابعوا كل شاردة وواردة معه بلقاءات جماعية وثنائية. يلا الله معكم. شرفوا يا مخاطير شرفوا. شو الحالة هاي؟ لا ما شو صاير بالبلد ها؟ شو صاير؟ خير خير. رح برمت كل البلد للاقي كيس حنطة ولا كيس طحين ولا كيس شعير. مفى ولك حتى درى مفى. ايه؟ بلشوا يحتكروا يعني بلشوا ينصبوا. من هون احتكار ابن الكلى؟ ايه لك الأسعار رح تنط نط رح ترتفع. والله يا عمي أبو فارس ما بس الأسعار بدها تنط وترتفع، في شي تاني كمان بده ينط ويرتفع. في حدا بده يطلع وينط كمان؟ ايه يا ام صقر. مين؟ قولك ارواحنا، ارواحنا بدها تنط وتطلع. ما تشوفوا شر؟ وينو صقر؟ اكبر امه. وينو فارس؟ لسه ما رجع. صعيب. لو تعرفوا شو صار اليوم بالريجي. شو صار؟
رندا. شو برندا؟ خفت عليها من هذا الواطي رشيد أفندي. تعرض لشي هالواطي؟ لا، وقفت بوشه قالت أنا ما بحبها لفرنسا. برافو عليكي يا رندا، برافو عليكي. إيه وبعدين؟ ولما قالت إنه هي ما بتحبها لفرنسا صاروا كل العملات يزلغطوا. والله أنت أبضاي يا رندا، أبضاي. لك لازم نكون مثلك عمي أبو فارس. طب برافو عليكي، برافو عليكي. قليلي شو عمل هالواطي؟ ها شو عمل؟ ما صار شي، خلص الدوام ورجعنا وما صار شي. ايه بكرة بكعروك يا شحارة، هذا رشيد الكلب دنبل الفرنساوي. اروي بلط البحر، شو ما بده يعمل يعمل، خلاني ولا قلعني، بكره فرنسا ورح ضل بكره فرنسا. فعلا انك زلمي قبضاي يا رندا. ليش ما في صبية ابدا؟ ولو كيف وفاء؟ سأليني انا. لك انا بعرف نسوان بيحملوا كندرجيات ويا ويلو يلي بيقرب منه. رح احملها من هون ورايح، ولا يهمك عمي ابو فارس. برافو عليكي، انت بترفعي الراس، برافو. قلت لي سكر الدكان؟ لك مو بس سكر الدكان، راح التحق بالجيش. شفت عينك. بالعفا كلهم لابسين عسكر هون. ما تستغرب يا فارس، ايام السلم كانوا كلهم تجار كبار ورجال اعمال وخبره راجي وبالمرفق، وبس بلشت الحرب طلعوا كلهم عسكر. معك من الملازم للكولونيل. بالسلم كانوا يخبوا المصاري، وبالحرب عجبها. انا كنت بعرف واحد عالم اثار كان كل يوم يحمل هالمنكوش ويطلع على راس شمره ينكش ويكتب. تعرف شو طلع؟ لا والله ما بعرف شو طلع. طلع كولونيل، كولونيل بالجيش الفرنسي. كان اسمه بيير. قلت له شو يا مسيو بيير؟ قال لي مون مدام، انا الكولونيل بيير. كان كل عمره بيحكي لي عن الاثار. ما بتتخيل قديش كان معجب باثارنا. كان يقول لي انه هون ولدت الابجديه. اهل اللاذقيه كانوا يعلموا الناس القرايه والكتابه. وحكى لي عن صور وصيدا وجبيل، بس عمره ما حكى لي عن العسكر ولا الحرب. عمره ما حكى لي عن هيك شيء.